وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس سعداء بلقائكم، سعداء بزيارة إيران الإسلام والمقاومة والنصرة لفلسطين. من و برادرانم در هیئت حماس خرسندیم از دیدار شما و زیارت شما و همینطور از ایران اسلام و ایران انقلاب این دیدار را ارج می نهیم. جئناکم بعد ان نصرنا الله نصرا مؤزرا على ارض غزه جئناکم لنقول لكم شكرا. نزد شما آمدیم بعد از پیروزی بزرگی که در غزه نصیب ما شد و خدمت شما رسیدیم که تشکر کنیم. شکرا لی ایران التي وقفت معنا رسميا وشعبيا آزرتنا ودعمتنا فأنتم شركاء في انتصار غزة. تشکر میکنیم از ایران که حمایت کرد از ما چه در بعد رسمی و چه در بعد مردمی و شما شریک پیروزی ما هستی. شكرا لسماحة القائد السيد خامنئي. تقدير از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنئی. شكرا لفخامة الرئيس نجات. تشکر از جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور. شكرا لمجلس الشورى ولكل الشعب الإيراني العزيز الذي تابعنا فعالياته المتواصلة اثناء العدوان الصهيوني الغاشم على غزة. تشکر از مجلس شورای اسلامی و کلیه اقشار ملت ایران که در طول این جنگ به صورت مستمر در جهت حمایت از قضیه فلسطین و مقاومت تحرکی مستمر داشتند. شکرا على كل دعم مادی و سیاسی و اعلامی و شعبی قدمتوه لنا هو لن يضيع عند الله ولن يضيع عند اهل فلسطين. تشکر میکنیم از تمام حمایت های مادی و سیاسی و اسلامی و در تمامی زمینه ها که به راستی این حمایت ها هیچگاه اجرش نزد خداوند ضایع نخواهد شد و ماجور هستید نزد خداوند و مشکور هستید نزد مردم فلسطین. و من حسن الطالع ان نزوركم في الذكرى الثلاثين لانتصار الثوره الاسلاميه في ايران على يد الامام الراحل الامام خامنئي عليه رحمه الله. اخطرهم الرافضه اصحاب الخميني، هؤلاء اخطرهم، وهكذا النصيريه اصحاب حافظ الاسد وجماعته في سوريا، فالباطنيه الذين في سوريا والباطنية الذين في إيران والباطنية في الهند هم الإسماعيلية، هذه الطوائف الثلاث هم أشدهم وأخطرهم، وهم كفر هؤلاء كفرة لأنهم والعياذ بالله يضمرون الشر للمسلمين ويرون المسلمين أخطر عليهم من الكفرة ويبغضون المسلمين أكثر من بغضهم الكفرة، ويرون هل السنة حل لهم دماؤهم وأموالهم وإن جاملوا في بعض المواضع التي يجاملون فيها، ويرون أن أئمتهم يعلمون الغيب وما أنهم معصومون ويعبدون من دون الله في الاستغاثة والذبح لهم والنذر لهم، هذه حالهم مع أئمتهم. فالرافضة الذين هم الطائفة الاثناعشية ويقال لهم الجعفرية ويقال لهم الآن الخمينية الذين يدعون إلى الباطل الآن، وهم من شر الطوائف، وهكذا طائفة النصيرية من شر الطوائف، هكذا طائفة الإسماعيلية، هؤلاء باطنية في الباطل يرون إمامة الصديق وعمر وعثمان يرونها باطلة، ويرون الصحابة كفار وتبعوا عن الإسلام. نعم الخميني وهو إمام الضلالة الكافر، الخميني هذا الإخوان المسلمون هزوا المنابر في الثناء عليه، الإمام الخميني. عندنا مثلا الشيعة ومن يقال فيهم الرافضة، كثير من علمائهم لا نشك في كفرهم وضلالهم كالخميني مثلا، لأنه أعلن كفره في رسالته الحكومة الإسلامية بأن الشهيد القائد سليماني الذي أمضى حياته
من أجل دعم المقاومة وإسنادها، وهو على رأس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس. شاركت حماس ما تكون نصرا للإسلام، لأنها من كل حق فيها الشيعي وفيها الإخواني الحزبي، فهي من كل حق، وقد لعب على الناس ياسر عرفات كثير مع أنه كان عميلا لإسرائيل، ومن أول ونحن نقول إنه عميل لإسرائيل، وفي النهاية باع فلسطين، باع فلسطين. فلو تركت حكومات المسلمين في جميع البلاد الإسلامية هم الذين يستطيعون أن يطهروا القدس من اليهود. علّك يهودي يا عبد الله، أنت يهودي بالصحيح. أنا مش يهودي. ها؟ أنا مش يهودي. يهودي؟ لا، ولو كنت يهودي أنا مش يهودي. أنا مش يهودي. خير إن شاء الله. طيب، خير إن شاء الله. ماذا؟ فالمهم هذا الكلام انت تسأل ونحن نجيب على ما. فالمهم الذي ينصر دين الله هم المسلمون المستقيمون على الكتاب والسنة، أما جماعة حماس فهي جماعة حزبية لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر وتنكر على أهل السنة ومن كل حق، ولو حصل له نصر لفعلوا كما فعل في أفغانستان، يوجه بعض المدفعية والرشاش، والله المستعان، لأنهم ليسوا على قلب واحد. نعم. وحماس صنيعته يهود، حماس إنما أنشأها اليهود وأنشأها الأمريكيون الصليبيون، وحماس رافضية لحمة وسدى، هذا لا يمكن أن ينكر، هذه حقائق. الحركة القائمة اليوم في البصرة هذه حركة ليست إسلامية شئتم أو أبيتم، لأنهم لو أرادوا الخروج لعدوا له عدته. وين العدلة؟ العالم الإسلامي كله بيتفرج ودون بيتقتلوا وبيتذبحوا ذبح النعاج والأغنام، ثم نريد أن نبني أحكام كأنها صادرة من خليفة المسلمين ومن قائد الجيش الذي أمره هذا الخليفة، ونجب على جماعة مثل جماعة حماس هذه نعطيهم الأحكام الإسلامية. ما ينبغي هذا، بارك الله فيكم. يكفي تواطؤهم مع الشيعة الذين يسبون عائشة أم المؤمنين سبا لم يعني تسب به امرأة قط، بل يتهمون العفيفة الصديقة الآن على منابرهم في الإنترنت، لا يخفون هذا الآن، يتهمون الصديقة بنت الصديق بأنها زنت، ثم يأتي هؤلاء الخونة يتعاونون معهم، بل يمدحونهم، بل يتواطؤون معهم لضرب بلاد الإسلام ولتفكيك هذه البلاد. فقاسم سليماني هذا الذي يتبكون عليه الآن، هذا مجرم من أكابر مجرمي هذا العصر، استباح دماء لا أقول آلاف بل ملايين من المسلمين. هذا الرجل كان مجندا من قبل الروافد الشيعة لقتل واستباحة أعراض آلاف بل الملايين. من الذي يمدحه الآن؟ هؤلاء الخونة من حزب الإخوان وأذنابه المنتشرين في البلاد. هذا الرجل قام بدور الخميني بعد موت الخميني في سفك الدماء،
الخميني في حياته سفك دماء الآلاف للملايين في إيران وفي خارج إيران من المسلمين. هو موكل من قبل اليهود، يعني أخذ توكيلا من قبل اليهود في هذا الأمر باسم الإسلام وباسم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل البيت بريئون والله منه من أمثاله ويتبرؤون منه يوم القيامة، اللهم الذين هم بالفعل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالحسين رضي الله عنه بريء من هؤلاء ومن أفعالهم ومن خرافاتهم، وما قال لهم اصنعوا لي مقاما واعبدوني وادعوني من دون الله اجعلوني إلها، والله ما قال الحسين هذا ولا يرضى به، والله ما يرضى به ولا يرضى بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث بالتوحيد لم يبعث بعبادة الأموات وبالخرافات والأساطير والبدع